الإبداعات النسوية محور هذا المرتقى الذي تشارك فيه أزيد من 20 شخصية من بلدان مختلفة في المجتمعات العربية، حيث تسعى من خلاله مكفولة وغيرها من المهتمات بقضايا المرأة للتذكير بحقوقهن وضرورة تمكينهن. المرأة العربية المبدعة تواجه جملة من التحديات كثيرة، فيها المعوق الاجتماعي أساسا، فيها تغيير العقليات، فيها النفس الرجولي والمنطق الرجولي، ولهذا اخترنا أن يكون تمكين النساء المبدعات والتحديات والعوائق هو محور هذا اللقاء. ملتقى تمكين المرأة المبدعة في البلدان العربية يسعى حسب القائمين عليه لتشخيص واقع النساء وبحث طرق وآليات ووسائل تمكينهن اقتصاديا وتشريعيا للاعتراف بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة العربية. إن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تهدف من خلال تنظيم هذا المؤتمر إلى التأكيد على أن التمكين للنساء المبدعات ليس حملة خيرية، بل مسعى لتطوير المزايا التنافسية المستدامة في الثقافة والفن والإبداع في البلدان العربية، وانعكاساً للحضور المتنامي للنساء في المجالات الإبداعية عربياً وإقليمياً ودولياً، واعترافاً بدورهن في حماية النسيج الاجتماعي. يأتي هذا الملتقى في ظل مساعي حكومية في موريتانيا لتمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، حيث أعلن خلال هذا العام عن عدة برامج حكومية وأخرى بشراكات دولية لصالحهن تجاوزت تمويلاتها 60 مليون دولار. يتواصل تحدي النساء العربيات لفرض دور دعمته اتفاقية دولية تسعى المرأة في هذه البلدان إلى تبني حكوماتها له تشريعيا وإجرائيا كخطوة لإحداث تمكين فعلي لصالحهن في كل المجالات. طيب الغوث، الحرة، نواكشوط.